سيد باسل، بنرحب بحضرتك معانا دايما على سي ام بي سي عربيه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيك، تشرفنا. كم طرح حاليا بتشتغلوا عليه؟ حاليا عندنا حوالي 3 اكتتابات اوليه بنشتغل عليها مع صندوق ابو ظبي للاكتتاب. بس خليني اديكي خلفيه سريعه عن الصندوق نفسه اذا تسمحي لي. الصندوق تاسس في سنه 2021، تم تفعيله في سنه 2022، فعمره سنه تقريبا. راس مال الصندوق زي ما تفضلتي وقلتي 5 مليار درهم، يعني حوالي 1.4 مليار دولار. مهمه الصندوق هي اعداد الشركات الخاصه تنتقل ويتم عمليه ادراجها على سوق ابو ظبي المالي. فبنشتغل كتير قوي مع السوق نفسه، بنشتغل مع الهيئه وبنتكلم مع البنوك على اساس ان هيئه مناخ يفيد الشركات ويسرع من عمليه الاكتتاب. انت عارفه عمليه الاكتتاب الاولي عمليه صعبه، عمليه مكلفه، وعملية تستغرق وقت، فاعتبريه حافز من حكومة أبو ظبي على أساس أنه يسهل المأمورية للشركات الخاصة. طب خلينا أسأل حضرتك على طبيعة القطاعات اللي بتقع فيها هذه الاكتتابات الثلاثة اللي بيعمل عليها الصندوق في الوقت الحالي. النهاردة عندنا شركة رائدة في مجال الضيافة وإدارة المطاعم، دي أتوقع أنه يتم عملية الإدراك في حوالي سنة 2025، فلسه المدى طويل عليها شوية. عندنا شركة عريقة في مجال التكنولوجيا مؤسسة في إمارة أبو ظبي من حوالي 30 سنة، شركة عائلية. والشركة الثالثة اللي بنشتغل عليها شركة في مجال الفورين اكشينج او المصارف والتحويلات الاجنبية. عندنا حوالي كمان 3-4 شركات ان شاء الله هنبتدي نشتغل معاهم قريب، شركتين في مجال التطوير العقاري وشركة في مجال الوساطة المالية. واذا الله راد ان شاء الله في شركة في مجال الصناعة. فلو تلاحظي في مجالات متعددة، مجالات مختلفة طبعا. طبعا اللي بيهدف ليه السوق اللي هو تنويع القطاعات ودخول شركات جديده، وشفنا مؤخرا طبعا طرح شركه بتعمل في تعدين العملات المشفره سيد باسل. بالظبط، مجالات مختلفه، والمهم بالنسبه لنا ان احنا يبقى في نوعيه من جميع القطاعات في سوق ابو ظبي المالي. الحصص اللي ممكن نشوفها من هذه الشركات على الاقل 3 اكتتابات اللي باينه جدا الرؤيه ليهم في هذه الفتره، الحصص اللي هيتم طرحها في سوق ابو ظبي هتصل لكام؟ وايضا نسبه او حصه الصندوق من هذه الحصه المطروحه. شوفي، الحصه اللي هتطرحها الشركه دي قرار المؤسسين او قرار المساهمين نفسهم. احنا كصندوق بنحاول ندعم في حدود 10-20% من المطروح في السوق. طبعا ده هيدي راحه لكبار وصغار المستثمرين انه يعرف انه الشركه دي مدعومه من قبل حكومه ابو ظبي بما فيها صندوق ابو ظبي للاكتتابات. نسيت اقول لحضرتك حاجه، الصندوق نفسه مملوك من دائره الماليه ولكن يدار من مكتب ابو ظبي للاستثمار اللي هو معروف بابو ظبي انفستمنت اوفيس. وي هاف وات ذي كول ان ال بي جي بي ستراكشر تقريبا. بنستعمل طبعا مستشارين مدققين حسابات على اساس انه نقوم بعمليه التقييم، دراسه جدوى، وبعدين بيبقى في استشاريين قانونيين اذا اضطر الوضع لاعاده هيكله الشركه من جهه قانونيه. وبرضه اخر حاجه بندرس منظومه الاستدامه والحوكمه في الشركه، كيف يتم اتخاذ القرارات من طرف المساهمين، اللجان اللي موجوده في الشركه، لجان تنفيذيه، لجان تدقيق، تمثيل المراه على هذه اللجان والى اخره. الحوافز اللي بيتم تقديمها، يعني مثلا تحمل جزء من التكاليف الادراج او غيره؟ لا، بيتم من طرف الصندوق. احنا بنتكلف اغلب المصاريف بتاعت الاستشاريين. انت عارفه الموضوع مكلف جدا وبياخد فتره زمنيه عاليه، فكحافز من حكومه ابو ظبي عشان يساعد الشركات دي انها تدرج على سوق ابو ظبي المالي، احنا كصندوق بنتكلف اغلب التكاليف بتاعت الاستشاريين. بتلاقوا صعوبة في ظل طبعا التحديات العالمية وتأثيراتها على اتجاهات وتدفق رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة؟ بنجد طبعا أن الاتجاه مؤخرا بات صوب أدوات الاستثمار أو الأدوات الثابتة. يعني بصي، في منه طبعا كبار وصغار المستثمرين بيستثمروا في جميع الأدوات المالية، ولكن أعتقد من أول السنة كان في حوالي 4 عمليات إدراج أولية، آخرها كانت قريبة جدا. واتوقع ان انفست كورب كانت من حوالي اسبوع 10 ايام، فاتوقع ان احنا نكمل على ازدهار في سنه 2024 ان شاء الله. يعني واضح انه في كذا اي بي او او ادراج اولي هيجي في الربع الاول من السنه، واحنا على انتظار بقيه الاكتتابات ونكمل بطريقه مزدهره ان شاء الله في 2024. طب مع الزخم ده ممكن نتجه لزياده راس مال الصندوق؟ مش شرط حاليا، ولكن هنشوف حسب الظروف. شكرا جزيلا لحضرتك سيد باسل. الله يخليكي، شرفتينا في ابو ظبي.